حيل الله نقدر لهم ونطلع كل واحد يحافظ على قتلنا. احنا الله كفيكم ما شاء الله يصير بسلمية هم سلاح حي صوتي بوش نعطى الشارية مثل الدموع كل شيء عندهم وكل شيء بكل شيء ضربونا بس بحيل الله واقعين وساحة الخلان ان شاء الله نرجعها ونرجعها نرجع بها اقوى ان شاء الله لان احنا هملناها. ضرب واحد وقع بالجار وقع بالجار وقع واحد وقع واحد شباب وقع واحد دير بالك تعال شباب برأسه 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 مجلس النواب أشكيلك عليهم يا أم الحسنين شلة الشرسانية مجلس النواب أشكيلك عليهم يا أم الحسنين شلة الشرسانية مجلس النواب تراوج قلوبنا وبينكم أعتاب شلة الشرسانية مجلس النواب يا شيعة محمد تعاون همنا شلة الشرسانية. الآن الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد بتاريخ 14/2/2020 محاولة تقدم مكافحة الشغب نحو التحرير من شارع السعدون قرب الفلاني أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم حيث واصل متظاهرو ثورة تشرين حراكهم السلمي على الرغم من قمع القوات الحكومية وميليشياتها في وقت قالت اللجنة المنظمة للتظاهرات بأن الإعلان عن ترشيح شخصيات لرئاسة الحكومة من داخل الحراك لا ينسجم مع مبادئ الثورة. هذا وأطلقت القوات الحكومية وميليشياتها قنابل الغاز المحرمة دوليا على متظاهري ساحة الخلاني في محاولة لمنعهم من التوجه إلى ساحل التحرير وسط بغداد، فيما واصل المتظاهرون في بغداد من الشباب والنساء توافدهم إلى ساحة التحرير وسط بغداد تأييدا للإضراب العام ورفضا لمرشحي الأحزاب، كما تجددت التظاهرات الحاشدة في محافظات البصرة وفي مدينة وذي قار وبقية المحافظات تأكيدا على استمرار الثورة وتمسكا بمطالبها المشروعة. معنا اتصال أبو حيدر من النجف، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لكم قناتك الموقرة الشريفة البطلة. حياك الله يا أهلا بك. عدالة إن شاء الله. والله حقيقة بالنسبة اليوم عندنا نقطتين أساسيتين، أولا نقطة المرجعية، يعني أنا بس أردفتين أكو مرجعية بالعراق لو لا؟ هاي صار أكثر من 4 أشهر ونص، راح نقوم بالشهر الخامس ضحايا قدام العالم كله، يعني مرجعية ما أشوف. زين هاي الخطب اللي جاي تنزل لنا اياها تحكي لي بيها عن الاخلاق، عن اي اخلاق تتحدث؟ ناس قاعد تقتل بالعلن يعني امام الناس، يعني والله انا اتعجب، يعني العالم كله جاي يشوف اللي جاي يصير بالعراق، المرجعيه ما جاي يشوف، يعني حقيقه امر مؤسف. هل لدينا مرجعيه ام لا؟ خل نعرف، خل يعرفون العراقيين انه لا مرجعيه في العراق، وهؤلاء لا يمثلون العراق بل هم يمثلون ايران. خلينا نكون واقعيين ونحكيها بالقلم العريض، لو المرجعيه حقيقه يهمها دماء الشهداء والشعب العراقي لاول يوم انزلت فتوى بحرمه قتل المتظاهرين، وهذا الامر داعينا باكثر من 5-6 مرات ولم تجيب عليه ولم تعطينا فتوى واحده لحرمه قتل المتظاهرين. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للاحزاب الفاسده، يعني انتم الى متى تظلون مستمرين بالقمع والقتل؟ يعني شيء ثاني، المرجعية شنو صلتش بإيران؟ يعني لأنه المرجعية إيرانية، خلينا نقول علي السيستاني هو رجل إيراني والتبعية كلها إيرانية، هل هذا ولاء لما يسمونه بولاية الفقيه؟ هل المرجعية أصبحت في العراق تحت أمرة ولاية الفقيه الفاسد الذي قتل ما يقارب أكثر من 5000 بين قتيل وجريح خلال 4 أيام في إيران؟ هل هذا فقيه؟ هل هذه ولاية الفقيه؟ أي عقول تمتلكون يا أحزاب الكفر والفساد والعصيان؟ أنتم تخالفون شريعة الله ورسوله، عن أي دين تتحدثون؟ هل موجود في كتاب الله قتل المتظاهر الذي
لم يجد قوت يومه خرج ليطالب بحقه الشرعي، تقتلونه وتتآمرون عليه وتجيبون لنا ما يسمونه بالأحزاب الفاسدة، وأنه دخلتون محمد كوثراني هذا العميل الإيراني الزوير، شنو هالنماذج هاي اللي دخلتوا علينا؟ زين المرجعية أنت وين دورك؟ إلى متى يعني؟ خل نفتهم، لازم تكونين على بينة، يا أما أنت مع الشعب العراقي ضد إيران، ويا أما أنت مع إيران ضد الشعب العراقي حتى ناخذ قرار. نعم أبو حيدر، على اللي جاي يصير أمامنا. أبو حيدر من النجف كان معنا. وقاص من دهوك، تفضل وقاص. مساء الخير. مساء النور. تحية لكم وللشباب الثوار بالعراق، و ألف رحمة على أرواح شهداء الثورة العراقية الأبطال، ودعاءنا لشفاء الجرحى. آمين. أخي إذا تتذكرون آخر مكالمة، آخر اجتماع للمقبور قاسم سليماني مع مقتدى الصدر مدينة قم قبل كتلة القوات الأمريكية، خبر لهذه العامري قالاني جريت أذن المقتدى الصدر وتاب، وتاب إنه راح يكون ويانا، فلا تحسبوا. زين يابا، فمن ذاك الوقت مقتدى الغدر صار إيراني، هاي وحدة. ثانيا، ثورة الشباب العراقية ثورة ربيع العراق، وليعلم لقامة إيران أخذهم من العامري والخزعلي والفياض وآخرهم مقتدى الصدر، مكانه مزبلة التاريخ في خيانة الثورات العراقية. ثلاثة، بنات العراق، بنات العراق هم أكثر رجولة من ذيول الإيرانيين اللي يخونون بلادهم ويعتاشون على موائد الإيرانيين مع شديد الأسف. نعم. بس هذولا اللي متعلم على اللقمة الحرام ما يتذكر لقمة الحلال العراقي. نعم. شكرا. شكرا وقاص من دهوك كان معنا. مصطفى السيد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. نحييك ونحيي الثورة العراقية العربية المجيدة، ثورة التحرير الكبرى، ثورة إنقاذ الوطن العربي كله من الاستبداد والضياع والاستعمار والهيمنة الأمريكية الصهيونية الإيرانية الميليشياوية العصابية الإجرامية، سيئين الصيت والسمعة في العالم كله، قتلة الأبرياء المجرمين. أما سيدي بالنسبة للأمة العرقية، سيدي أدى الدور مشرف جدا، ونعتز ونفتخر بها أعز وأشرف أم على وجه الأرض، الأم العرقية العربية البطلة، أول أم عربية تتسجل في التاريخ بطلة، بطلة الأبطال، أم العروبة كلها، أم كل حر، وأم كل إنسان عنده شرف وعنده رحمة وعنده إنسانية. أما هؤلاء القتلة اللي بيدعوا على الأم العراقية وحاولوا يشوهوا سمعتها، لم تستطيعوا أبدا، لأن سمعتها شريفة. الأم العراقية أم سعد زغلول، أم صفية زغلول اللي قاومت الاحتلال البريطاني وبقت تهتف في الشارع من مئات السنين. أم العراقية بتسجل وجودها في التاريخ وفي الثورة لأنها أم الشهيد وأم البطل وأم الأسير وأم المناضل وأم الأحرار. المجد وكل المجد، المجد وكل المجد للأم العراقية البطلة الشريفة. ويا سيدي الثورة انكسرت فعليا، الثورة هتعلم العالم كله الشرف، وهتعلم يا ريت تلف على الدول العربية دولة دولة، يا ريت علموهم الشرف، وعلموهم يعني ايه قيمة الإنسان، وعلموهم يعني ايه الوحدة العربية، وعلموهم يعني ايه احنا شعوب طيبة ومظلومين، لا قتلنا ولا سرقنا ولا نهبنا، هدفنا نعيش في أوطاننا بكرامتنا وجيشنا يدافع عن أرضنا وسيادتنا، ده هدفنا، لا هدفنا قتل ولا عصابات ولا ميليشيات. فرض الله عز وجل أن يخلص الإنسانية من ما يسمى عصابة الأحزاب المجرمة القتلة أعداء الإنسانية، والنصر للثورة العراقية، ولكل عربي عنده كرامة وعنده نخوة وبيحترم نفسه. وأنا أشكر سيادتك. شكرا. مصطفى السيد من مصر كلام معنا. أبو زهراء من العمارة، تفضل أبو زهراء. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلونك يا أخوي؟ خير الحمد لله، الله يسلمك. يا الله، أول مرة نحيي قناتكم الكريمة. حياك الله. اثنين، الرحمة إلى شهدائنا والشفاء العاجل إلى الجرحى.
امين يا رب. هذول ذول الحكومه لما سموا ارواحتهم حكومه، هم كل حكومات العالم عندها مبادئ، كل حكومات العالم كل حكومه لها مبدا. هذول لا مبدا ولا اخلاص ولا مصداقيه ولا احترام. هذول منتهين، سالفتهم منتهيه، يسولفون ويحجون بما يعجبهم. لما هم يسولفون على العراقيه، العراقيه اشرف اشرف خلق الله في العالم، خلنا اقول لك اياها. واشرف من عدهم ومن عوائلهم ومن نبهات ابهاتهم، لكن هم والله انا ما متجاوز صدقني، دوم اخابرك انا بين يوم ويوم او يوميه ما اعرف اتجاوز عيب، لكن من سمعت حكيهم اتجاوز عليهم من على الوالد والديهم صدقني. ليش؟ هم يخلونا هيجي، هم يخلونا، هم يوصلونا لهي المرحله. انت تحكي على العراقيه، العراقيه تعرف شنو مبداها، تعرف شنو اخلاصها، تعرف فضحها بالفتوح الاسلاميه، تعرف فضحها بالتاريخ العراقي، تعرف وضعها بالحضارات. هاي العراقيه اللي 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 تاج فوق الراس، ولك انت تسولف عليها سوالف بكيفك يا ملعون على اساس. هاي اللي ضحت باخوها وضحت بابوها وضحت بابنها، هاي العراقيه المناضله المحترمه اللي اللي كل العالم عرفت معده تعرف قيمه العراقيه. هذا جانب. الجانب الثاني، الجانب الثاني، هم ناس انا قلت لك هو البارحه ما يفتهمون باللغه العربيه، يراد لهم مخاطبه بلغتهم لان هم فرز اساسا ولا هم للفرز. يحاولون بين التفرقه، يحاولون بين يزرعون غير امور، والا هم منتهين، ما اساسا ما عندهم لا غيره لا اخلاق، ما عندهم ذره من هذا النوع. على اساس هم يطاولون ويجاسرون بحكيهم على العراقية، هاي العراقية هاي هل صايرة عليهم، لكن هم يبدون يزرعون هاي الفكرة اللي ما لها وجود. نعم يا أستاذ عمر، أنا أشكرك. ألو تسمعني أخوي؟ نعم أبو زهرة، أنا أشكرك أبو زهرة من العمارة، كان معنا سيد محمد بن الناصرية، تفضل سيد محمد. نعم السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله. حياك الله يا اهلا بك. حياك الله. استاذ عمر، هي بالنسبه يقول المراه غيره بيده وان لم يقدر بلسانه قدر بقلبه وهو اضعف الايمان، هو المهم يعني اللسان يعني بيده. الشاهد احنا يقول كل ثوره رد طاق. نعم تسمعني استاذ عمر؟ اسمعك نعم. ثورة ضد كافر هي جهاد، وهاي الحكومة كافر كافر كافر، هو وأحزابه الأحزاب المجرمة الشيطانية. نعم بس تقول عتبنا على العلماء، علماء الدين، رجال الدين المكيفين اللي هم شايلين قطعة قماش فقط، يعني بس قطعة قماش، واللي هم يزون بالساحات ساحات التظاهر ويحسون كلام الحق، يقومون أمام الله يوم القيامة عليهم مسؤولية. ليش؟ لأنهم يقول كلمة حق أمام سلطان جهاد، كلمة حق يراد بها باطل، ولا تركنوا للفتنة فتمسكم النار. فذول العلماء مع الأسف ماكو واحد من عندهم اللي طلع أو أجى وقف بساحة التظاهر حساية الحق. هاي نقطة. النقطة الثانية، شيوخ العشائر عندنا شيوخ العشائر، وعندنا اللي هي ثورة العشرين، عندنا ابن سعيد، عندنا الحسينات، عندنا البدور، عندنا شجعان، يعني شجعان أصيلة. هاي مع الأسف يعني ما وقفت للمظلوم ونصرته ولو كلمة حق. نعم تسمعني استاذ عمار؟ اسمعك اخي اسمعك. نعم هاي ماكو سالفه، احنا كل هذا كل صار بسبب هاي العشائر، بسبب هاي الشيوخ اللي هسه اللي هي ساكته عن عذل، وبعدين يقولون على كل هذا او
المسؤوليه الكبيره امام الله. وانا اشكرك جدا. وانا اشكرك سيد محمد بن الناصر. كان معنا محمد العدلي من السعوديه. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك اخوي عمر للاخوان القائمين على قناه الرافدين. يا هلا بيك. السؤال المطروح، ليش الجيش ما يقوم بدوره في حمايه المواطنين؟ ليش ما يعزل اللصوص اللي في المنطقه الخضراء ويقبض على زعماء الميليشيات؟ هل هو خوف؟ يا اخي رجال ونساء طالعين صدور عاريه على الميليشيات ما خافوا. يجي واحد من الساحات يعزلون اللصوص اللي في المنطقه الخضراء، ويجي واحد من الساحات حبذا لو يصير من شجعان ذي قار ويقود البلد. يا اخي وين المشكله؟ نعم. أنا أشكرك محمد من السعودية. كان معنا أبو زكريا من كركوك. تفضل أبو زكريا. الله يحفظك. الله عمرك. الله يحفظك إن شاء الله يحفظك. وتحياتي على كل المتصلين من غير مسبير إن شاء الله. بس أنا أريد من 2003 لحد هذا اليوم هذول السياسيين ابن عمر سووا هذول السياسيين من 2003 طيحوا حظ العراقيين من صغيرنا الى كبيرنا. زين اكو نساء اكو مرأة عراقيه تنضرب بساحة التحرير وغير مكان، يعني وين شرف العراقيين؟ وين غير العراقيين؟ وين غير المرجعيه؟ جابونا علينا ذول الايرانيين الكفره. هذا اليوم يقتلون، يعني يقتلون نساء العراق، شباب العراق، والعراق ميت من الجوع. يا ابني عمر والله العظيم ما صاير بالتاريخ العالم، ما صاير بالتاريخ العالم. الامراه الى مكانتها وضروسنا. امراه تنكتب شنو ذنبها؟ لو تنذبح، لو تنخطف، لو غير شغلات يسوون وياها. يعني وين هذا المرجعيه؟ هذول العمايم الكفره جابونا اياها ايران وامريكا. وين هذول المرجعيه؟ ليش ما ياتون على نساء الامراء الاختنا بنتنا النسواننا؟ نعم. اشكرك ابو زكريا من كركوك. كان معنا عادل من بغداد. تفضل عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. هاي حكومتنا احنا منتهين. حكومه اول شيء لا غيره ولا شرف عندهم. كل نصي التلفزيون. عادل عادل اكو يمك تلفزيون نصي. الله يخليك. هاي الحكومه اول شيء احنا منتهين من اهلها. شرف ما عندهم، غيره ما عندهم. يعني والثانيه سادتنا منتكلين عليهم وطلعت العمايم على قولة على حاتم سليمان ما نصب واحتيال. هم انتهينا من يوم ومعاتبنا على شيوخنا اللي يعطونهم هويه ويسكتون. انتم بكان هاي الهويه يعني مرجعيتنا هم تعبانه نايمه حالها حال الباقي. قادتنا وهاي الحكومه التعبانه. هسه احنا صار لنا 4 اشهر ساحه التحرير. يعني شو متانين بل تبغون شلون يعني؟ يعني شنو رايكم؟ تبغون انتم؟ عم اطلع كافي والله ملينا عمي، حتى ارواحنا طلعت كافي. ولا نطر الامر ترى بالقران ما يبقى واحد من عندهم. راح نحمل سلاح الشهر الاخير هذا، راح نحمل سلاح واحنا احنا وهم واحنا ميتين ميتين. مكان ما يقتلون بينا هسه هيك خلي نموت الشهداء اضبط النواح. نحن عاد الشهاده الامام الحسين انكسر على الدين وعلى شرفه، احنا خلي ننكسر على الوطن. احنا منتهين من يمه وخلصانين. حكومه فاسده. ويعني ما اقدر انا احترامات لقناتكم ما اقدر احكي زايد. ارواحنا طالعه والله العظيم. الله يعينكم. عادل من بغداد كان معنا. شكرا لك. ضياء من كركوك. تفضل ضياء. حبيبي والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيت بس اقول لكم انتم اذاعه يعني قديمه ورصينه في هذا المجال.
نعم. بس ليش ما دائما تسلطون الاضواء يعني لكم ولموتكم؟ يعني دائما انتم جاي تروحون وين ما الموج يضر العراقيين تتجهون بيه، ليش بيش هذا مثلا؟ شلون بالله يعني؟ احنا قلنا مثلا الحكومه من 2003 اسرقي بوقي واقتلي واخطفي، ها؟ احنا قلنا لهم مثلا احنا بدنا نوجههم؟ اوكي، احنا الحكومه لهم لو اللي موجودين بالعراق لا الحكومه الجيش. لا الجيش العراقي احنا اللي بقنا، احنا اللي بقنا ميزانيات العراق، واصبح العراق من افسد بلدان العالم. احنا اللي خطفنا، احنا اللي هجرنا، عندنا حزب سياسي، احنا عندنا حزب، بس اسمعني، احنا عندنا حزب سياسي، احنا عندنا حزب سياسي طبعا اكيد. يعني انت كانه تتكلم وضع العراق وردي ما شاء الله مثل سويسرا وكل شيء ما بي. لا مو وردي، ما جاي. لا عاد شلون بالله، شلون بالله، شو تريد مثلا؟ شو تريد لي يعني؟ يعني شنو دقوا رقص تريد حتى ترتاح مثلا وشلون؟ أنا أشكرك ضياء من كركوك كان معنا. شو تريد يعني؟ يعني هو وضع العراق هذا من عام 2003 ولغاية الآن، سرقة وبوق وقتل وخطف وأحزاب تنهب بهذا البلد، وملايين طلعت تظاهرات من 2011 ولغاية الآن. إحنا قناة ننقل الواقع اللي موجود في العراق. لو كان الواقع جيد في العراق ننقل الواقع جيد، لو كان الواقع سيء ننقل الواقع سيء. شن علاقة إحنا؟ لا عندنا حزب سياسي ولا مستفادين، ولا عندنا وزارة، ولا عندنا أعضاء بالبرلمان. نعم، معنا اتصال أبو بركات من الفلوجة، تفضل أبو بركات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. بس نصر التلفزيون أبو بركات، نصر التلفزيون، الله يخليك، صوتك حلو والله، تقدر تسمعه بعدين، نصر التلفزيون، تفضل. نصيته والله يا عمود. تفضل عيني. احنا الحين على على جسر بزنبز جاي. نعم. احنا المنطقة العويتات احنا استوى. منطقتنا تبعد عنا كيلو. نعم. وبيع حشد من الجيش ما قدر. هو احنا قاعد طفيف. نعم. صوتك يقطع أبو بركات، إذا تقدر ترجع تتصل بنا مرة ثانية. أبو أحمد من النجف، تفضل أبو أحمد. ألو. نعم تفضل. يا أبو أحمد حبيبي، يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. شو صحة؟ يا هلا بيك، الله يسلمك ويخليك، تفضل. أنا أبو أحمد جاي تسمعني مو؟ نعم نعم يا عيني أسمعك، تفضل. أنا أستاذ عمر. نعم. اكو مقترح. نعم. غالبية الاخوان منفعلين وكذا ومتأذين وطبعا حقهم على بلدهم وعلى شعبهم. انه القبائل العربية فقط، اسمعني، اركز، القبائل العربية فقط اللي هي اللي تعتمد عليها بالعراق من الغربية الى الوسط والجنوب. يكون اجتماع عاجل لهم فقط القبائل والشيوخ اللي معرفين، وليس ذول اخر وقت شيوخ الاقوياء المعرفين، انه يجتمعون عاجل ويقدمون ورقه باسم الشعب العراقي، لان ذول يقتلون ابنائهم، يقدمون ورقه عاجله باسم الشعب العراقي واحنا وياهم على مود انه شنو، لان ذول الطلبه وكذا والقتل اللي صاير في اقلها تمثيل، يعني حلقة مصغرة من قبائل العراق المعروفة من البصرة. هذا ما ريد هذول مشايخ آخر وقت، لا، مشايخ الكبيرة والرؤساء القبائل مثلا شمر عدنا والزبيدات، وما ريد أن عدد الباقي معروفين. نعم. يقدمون بفرض شروط على هذا عادل عبد المهدي المجرم القاتل أو هذا الجديد، أنه عندكم مثلا أسبوع أو عشرة أيام كذا، لا ولا نصير ثورة عارم وكبير، ولا يعني هذا القتل مستمر. والمرجعية احنا بصراحة اتوقع المرجعية انها تكون شديدة، انه توجه، ما يصير لازم العصا من الوسط، انه والله كذا والله كذا والله كذا، لا، التوجيه صح توجيه، بس الاشارة الى المجرمين والقتلة والتغيير على السريع، لانه ذولا مصرين والقتل مستمر والتغيير قليل، يعني مدى يصير حل.
فيعني صوت المرجعيه منخفض ومو مو مساند للشعب يعني. نعم. أنا أشكرك أبو أحمد من النجف كان معنا. أبو قحطان من الرمادي، تفضل أبو قحطان. تفضل. أستاذ عمر تحياتي لمشاهدي قناة. يا هلا بك. أنا من الأنبار أحب أشارك. الجموع والحشود التي خرجت من أجل الفقر ومن أجل نعم. اسمعني. أسمعك أسمعك. نعم أبو قحطان. العراق من 2003 لن يستقر لحد الآن. يحكمون هذا البلد هم ليسوا عراقيين من أهل البلد، فلا يخافوا على أهل رغم الدماء التي سالت من ما قد ضحى من هؤلاء المتظاهرين. استخدمت معهم كثير من الأسلحة متنوعة. حكومة لا تفكر في مصلحة الشعب بل تنزل لحد هذه الساعة. هناك صح رهيب من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق يعني العراق ينزف. هل هو خارج؟ لماذا لا تفكر الأمم المتحدة بهذا الشعب؟ فقط بأمن إسرائيل، تفكر في أمن دول أخرى. العراق هذا الذي احتل ودمر من قبل الولايات المتحدة، من قبل دول الجوار، ألا يفكرون في هذا الشعب؟ لا. إنه حقيقة يعني ظلم جائر بحق العراق. العراقيون الذين يعني حقيقة لم أمم من الأمم على مثل ما اتفق على هذا. الكلام يطول، وشكري وتقديري لكم. شكرا أبو قحطان من الرمادي. أحمد من كركوك، تفضل أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عزيز؟ يا هلا بيك أستاذي. أستاذي ملينا من هاي الحكومة، ملينا. نريد وظائف، نريد شيء أهلكنا متنا من الجوع. نعم. نصين التلفزيون أبو أحمد، الله يخليك أحمد. ألو ناس التلفزيون. ناس، شلونك أستاذ العزيز؟ يا هلا بيك، تفضل أستاذ. أستاذ من لينا، نريد نعيش عيشة سعيدة، نريد نشوف الدنيا، نريد نشوف. جاءت من لينا حروبات من لينا. نعم. يعني نريد الحكومة هذه بس شي يعني شلون نقول، نفذي لنا شي، تسوي لنا شي، تنفذلنا مطلب. يعني ما دعنا نشوف مطلب. احنا كنا من البداية مظاهرات وكذا ودم، ما حصلنا شيء. النظر ردت بغداد، يعني ما راح نحصل شيء احنا. نعم. أنا أشكرك أحمد من كركوك كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. يا وطن يا رفعة الراس.
اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو ياسين من ديالى. تفضل ابو ياسين. عمر اهلا وسهلا بك، تفضل. عمر نعم اسمعك. قاعد التصوير اللي صدعه وقتها باسم المرجعيه رحمه الوالدكم، المرجعيه ديالى وحده تستغرب 20 شاب قتلوا ما قدر المرجعيه، يعني اذا ما يشوفون ما يسمعون هذا الرمو وال ذبحوا هاي الناس العاريه الفجور العاريه والله يطالبون بحقوقه. فهنا اجي اسالهم سؤال واحد الخاطر الله، انت من يحمي دارك يا اخي؟ يحمي دارك؟ يا اخي شو تسال ما يحمي حقوق العراقيين؟ هو رجل ايراني الجنازه مالته الطائف والكربلاي عم يظل ماشي اخوان اتركونا نحمل والدكم من موضوع المرجعيه، خلينا نحمل اسم المرجعيه واقوى من المقتدى، هذا المقتدى الزوجي ترى محتال هسه العراق تقول لي يا نادي قار قار الفاروق عمر لحد ثورة. أبو ياسين من ديالى أنا أعتذر منك، الصوت الصوت بيه مشكلة. سعد من الغراف، تفضل سعد. سعد تسمعني؟ يبدو أن فقدنا اتصال مع سامي الغراف. رسالة من أحمد فخري من الدنمارك يقول تحية لكم ولقناتكم، يقول إن خروج النساء في مظاهرات له التعبير الحقيقي على عراقيتهن ووطنيتهن، وهو إن دل على شيء فإنه يدل على شجاعتهن وعزيمتهن، وهي بنفس الوقت تبعث برسالة إلى كل أولئك الشباب الذين يستطيعون الخروج بالمظاهرات لكنهم يجلسون في بيوتهم في بيوتهم. لذلك ومن خلال قناتكم الكريمة أدعو جميع الوطنيين العراقيين أن يساندوا هذه الثورة وأن يخرجوا مع إخوانهم القابعين في ساحات الكرامة منذ أكثر من 4 أشهر. تحية لكم أخي العزيز. يقول السلام عليكم، رسالة أخرى، الرحمة والخلود لكافة شهداء العراق والخزي والعار على سياسيين الدولة، ونتساءل أين صوت المرجعية. أم مريم من بغداد، تفضل يا أم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. شلونك أستاذ عمر؟ يا هلا بيك، الله يسلمك، تفضلي. طبعا إحنا شما نحكي يطلعونا مخوش، وشما نحكي عن الحق يطلعونا إحنا اتباع الأمريكا والإسرائيل والسعودية وما أعرف المن، ما حدا يحكي عن الشباب اللي دا تروح بالشارع. ما حد يحكي وما حد ينصف بالحق. المرجعية ما لها أي كلام، المرجعية ماكو مرجعية، يا مرجعية هاي تأخذ الأوامر من إيران. لو هي مرجعية ناصفة بالحق كان ما هذا الشباب جاي تقتل هيك في الشوارع، وعينك عينك تدخل عليها الميليشيات والأحزاب. نعم فمليانة كافي، يعني واحد يحكي الحق يجرم لو شنو؟ هاي الشباب يعني شنو ذنبهم؟ حرام الله أكبر عليهم. شنو يعني كم واحد يرضون يسكتون؟ وإذا حكينا على المرجعية، وإذا حكينا على مقتدى، وإذا حكينا على فلان قابل، هم من هو؟ ليش ما يخافون من الله؟ ليش يخافون من بشر؟ يعني هذا الله الخالق الكون، ما تخافون من عنده تخافون من بشر؟ هو الله يأخذ الأرواح مو هم. إذا الله كاتب لك موت تموت، لا بيد مقتدى ولا بيد المرجعية ولا بيد كائن من يكون، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، والله ينتقم من عندهم إن شاء الله، وإن شاء الله دم الشهداء ما تروح هدر. شكرا أم مريم من بغداد كانت معنا. طبعا اليوم هاجمت القوات الحكومية والميليشيات متظاهري ساحة الخلاني بقنابل الغاز المحرمة دوليا في محاولة لمنعهم من التوجه إلى ساحل التحرير وسط العاصمة بغداد. أظهر مقطع مصور بثه ناشطون، وكما شفنا في بداية الحلقة هذا المقطع كيف أنه يتم إطلاق الرصاص وكيف يتم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وشفنا أنه أحد الشباب في وضح النهار سقط برصاص القوات الحكومية. نعم معنا اتصال، ما أسمع من الموصل اتصال، ما سمعت الاسم. ابو جنات. نعم ابو جنات تفضل. الله عافيك، معك ابو جنات اخوي. يا هلا بيك ابو جنات، تفضل عيني. الله عافيك سمعك اخوي. احنا الى متى نقضي وضعيه تعيسه؟ نعم. راح المطايع يتابعين الاحداث
دول يعني هيك يحسون على ارواحهم انهم طاير صدق. ان هو اللي جاي يراعيهم هو مقتدى السطل، هو اصلا عميل لايران، هو مطمع لايران. لو يفتحون على ارواحهم يحسون على نفسهم عشان هم عرفوا وهم تابعين المطي. والله كانوا مطعين هذا السطل. ابو جنات السطل. ابو جنات ممكن نقدم ممكن تقدم رايك بدون اي تجاوز. الله يخليك تفضل. ما اقدر اخويا ما اقدر من حرق الجلد. لا لا تقدر قاعد يشوفوا يقتل بقوة هذول. يعني هو بلا طائفية قاعد يقتل من ابناء جثته. قبل كانوا يسولفون يقول لك السنه والسنه ويدفعوكم كلكم ترى بينك نواياهم بين كل شيء. نعم بين اي شيء. يعني احنا يعني هم اعترفوا ان احنا ضحيه مال هذا المشروع الايراني الجاي حسن. ومشكور قناه الرافدين على هذا الجهود اللي جاءت بدلونه. حياك الله اخي العزيز يا هلا بك. ابو محمد من الكويت تفضل. ابو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من شلونك استاذ عمر؟ يا هلا بك تفضل. احييك واحيي قناه الرافدين البطله. حياك الله يا هلا بك. احنا بالنسبة انا اولا اريد على اللي يحرمون النساء ويقول كل رجل وراه امرأة عظيمة. زين انا اذا حرموا النساء تطلع بالمظاهرات شلون؟ يعني السيدة زينب من آزلة الامام الحسين وام وهب من حاربة ويا الامام الحسين. يعني هاي هم حرام يعني يردون عليهم حلال وعلينا حرام. عليه الغفور الرحيم وعلينا شديد العقاب على العراقيين. يعني بس مصالحهم. وأرد على كل مواطن يخابر القناة وما يحكي حق الله يعني باكر وراه حساب وعقاب. يعني باكر وراه الله سبحانه وتعالى يحاسبه بيوم الآخرة. يعني واحد يحكي مالت الله مثل أكو واحد من البصرة خابر البارحة ومن الناصرية يقولون واحد هيك مقتدى وواحد هيك مقتدى وواحد يخابر من بعقوبة البارحة من نديالة يقول مقتدى هو الإمام المهدي. ليش هالشرك هذا؟ أنا من الكوت أنا الشيعي من الشيعي والله العظيم. يعني ما يصير هذا. يعني حتى راح تكرهونا بالدين مالتنا. يعني شنو النساء حتى حرمتوهن؟ ما يصير يا أخي والله العظيم ما يصير. حتى من يخابر واحد القناة شنو حاطين سيف على رقبتك؟ كمال الله شعب ميت من الجوع. شعب مات من الجوع طلع هو مرتاح مثل باقي الدول الخليج باقي الدول العالم. احنا بلد البترول يعني بلد يعني من غير الماي الانهر بيه من غير الزراعة من غير يعني من كل شيء. كل شيء حطموه بالعراق حطموه. هاي الدولة هاي مو دولة. هاي شلة حرامية. هاي شلة فاسدة. من تقول لي انت هسه من يقولون هاي حكومه وهاي هاي لا مو حكومه. هاي حكومه بس على الفقير. هاي حكومه لهم بس لهم. ماكو حكومه على للشعب العراقي. للشعب العراقي هاي حكومه فاسده. هاي شله مال ناس حرمنا على قوه المصريين مال بلطجه. يعني مو يصير صرحنا والله تعبنا احنا يا استاذ عمر. اريد واحد يستحق الله. شعب عراقي ما ادري ايش بيه ما يحكي. يعني ايش فيك انت يعني حتى بالتليفون تخابر ما تقدر تحكي حق الله. ما يصير والله تعبنا يا استاذ عمر والله تعبنا. ملينا واحد يستحق الله. باتي وراك موت يستحق الله. ليش تخافون؟ ايش بيكم؟ ما تقول قريتوا عمركم بتخافون صدام ترجع عليكم من جديد ويقولون الحياه الاعلام. ما يصير كافعات. الله يفرج عن العراق وعن العراقيين. أنا أشكرك أبو محمد من الكويت. أبو محمد من سوريا تفضل. يا أبو محمد ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم محمد معك من سويسرا. سويسرا أهلا وسهلا تفضلي. سوريا الأصل عايشة بسويسرا. أهلا وسهلا بيش. يا أهلا بيش. تسلم أخي تسلم. بارح حاولت الاتصال ما طلع معي. الله يسلم. حبيت أقول يعني إذا لم تفتحي قطع ما شئت. وبدي كمان اسمح لي كالعاهرة يحاضر العفة مقتضى الصدر لما يتطاول على النساء العراقيات الأبطال. على أيام الرسول كانوا النساء يحاربون ويقاومون ويساندون الصحابة. جاي مقتضى الصدر من قم عم يبعث لك تغريدات. لو عنده ذرة شرف ينزل لبلاد الرافدين. أصلا عراق حرام يا أخ عمر. عراق أكبر من العمامات ومن عصابات إيران.
عراق كبيرة وإلها تاريخ وإلها حضارة. هذول كلاوات على قولة العراقيين كلهم عصابة إيران وعصابة خامنئي وسليماني وزبالة إيران جاية تحتم شعب الرافدين، شباب الرافدين، بنات الرافدين الشرفاء. ما نحن جيران عراق وبنعرف عراق. يا مقتدى الصدر، ما أنت أنجبتك امرأة، امرأة أنجبتك. إيران طالعين نساء وشباب واختلاط وحشيشة وجوازات المتعة، ما بتسترجي تحكي عنه، تحكي على نساء العراقيات يطالبون بحكومة وبحقوق وبعيش وبمستقبل. ما كل شعوب المنطقة كانت تاكل خيرات عراق لأيام صدام حسين الله يرحمه وأيام الحصار، وعراق كان في عزه، الشعب العراقي كان معزز. عرفت أخ عمر؟ يعني واحد يطلع مرات من الثور، والعفو واحد لما بيتعصب، زبالة إيران تحكم شباب العراق، دم عراق بيصير بالأرض. حكى صدام حسين الله يرحمه بعد مقتلي عراق لا يهدأ والدم للركب، وهذا ثبت هاليوم. عرفت كيف أخ عمر؟ أنا أتمنى من النساء والشرفاء والشباب، أصلا مين دخل الحشيشة والكوكايين على أراضي بلاد الرافدين؟ مو من إيران؟ وزواجات المتعة وأولاد اللقيطين في إيران، ربع مليون ولد لقيط يطلع مقتدى الصدر ينطف إيران اللي جاي عم بيغرد من أراضي القم. لو عنده زر الشرف ما بيحكي على النساء العراقيات. محمد عمر من سويسرا، شكرا لك. محمد من البصرة، تفضل محمد. محمد تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع محمد من البصرة. خلونا نقرأ رسالة واتساب قبل الختام. يقول السلام عليكم، أم رحمة من الكويت. أخي الكريم، الميليشيات مستفادة من إيران والمرجعية الإيرانية، وظلت الفقراء لهم الله. رسالة يقول يوسف بركة من فلسطين، تحياتي لكم لكادر قناة الرافدين، وأحييكم وأحيي شجاعتكم في هذا البرنامج ونقل الصورة الحقيقية في معاناة أخوتنا في العراق. فعلى الحكومة المكلفة سحب ثقتها لدى الشعب، فلم يعد العراقيون كما كانوا قبل 2003. وشكرا. أحد الأخوة أرسل مقطع فيديو ويقول استشهاد متظاهر برصاصة قرب ساحة التحرير. نعم. يقول السلام عليكم أستاذ عمر، تحية لقناة الرافدين، أخوك علي مالك من العمارة. يعني بس أحب أقول شغلة، جماعة مقتدى شوكت يصير، يقول هو شوكت يصير عندكم عقل وتعرفون أنه مقتدى على غلط ويحب الفتنة كما يقول هو. هذا رأيه في الأول والأخير. نعم. رسالة يقول فيها كيف لبلد مثل العراق مختلط الطوائف والأديان أن يحكم من قبل أناس يؤمنون بما يسمى بولاية الفقيه، مهمتها جعل الدول العربية ولايات تابعة لطهران لتقوم بتصدير الثورة، وعليه والدليل كل دولة تدخلت بها إيران يزرعون فيها الميليشيات التابعة لها. يقول إن شاء الله النصر قريب والنصر للثوار. رسالة يقول رسالتي لقيس الخزع علي مقتدى الصدر عمار الحكيم، شو وقت يصحى ضميركم؟ يقول ولو ما عندكم ضمير كما يقول. يعني أرجو أن تكون الرسائل بعيدة عن عن التجريح وبعيد عن السب والشتم حتى نقدر نقراها، لأن إحنا دنا نقراها ترى مباشرة نقراها. يقول السلام عليكم أخ عمر، شنو ردكم على الطائفية اللي زرعتها إيران المجرمة؟ يقول والله لم تكن لنا قائمة ما دام عملاء إيران في أرض العراق العظيم. تحياتي لإخواني الأبطال اللي عاندوا كل شيء وبقوا صامدين، سنثور كما ثار الإمام الحسين عليه السلام. أخوتكم أم وطن. نعم. طبعا طالبت وزارة الخارجية الأمريكية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالاستجابة لمطالب الشعب العراقي، وقالت الخارجية بأنها تؤيد المتظاهرين وحقهم بالتظاهر بسبب الفساد الذي ساد الحكومات المتعاقبة في العراق، وأشارت إلى أن واشنطن تنتظر تشكيل حكومة جديدة تكتسب الشرعية من الشعب كما جاء في البيان. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.